أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان الأخ أبو حيدر من أهالي بغداد، مدينة الوشاش. طبعا أخوان، مدينة الوشاش أو ناحية الوشاش في جانب الكرخ. يقول: لفت نظري أثناء تصفح على مواقع التواصل الاجتماعي هاي الإنسانة قاعدة في حفلة أو في ملهى أو في أي مكان كان، المهم يلقون عليها هاي المبالغ الطائلة من الفلوس العراقية وهي تضحك وتغني وما مهتمة، في حين أنا متقاعد. يقول: والله العظيم البارحة من رجعت للبيت بنتي وابني قالوا تلقوني، قالوا: بابا بابا. قلت لهم: ها بابا خير؟ قالوا: بابا غاز ما عندنا وماما حايرة. قلت لهم: بسيطة بابا. طلعت للشارع أدور أبو غاز، ماكو. وقفت تيك توك، قلت له: تعال عمي دا نروح نترس غاز. قال: بالخدمة عمو. أخذت أبو التيك توك بألف وترسنا الغاز بسبعة ورجعنا بألف، يعني بتسعة آلاف. يقول: والله العظيم أنا متداين 25,000 دينار من أحد الأصدقاء، يعني صرفت 9,000، إيش بقن من عدهن؟ بقن 16,000، وش وقت التقاعد؟ يقول: زين إيش وقت يعني؟ أنا يعني بس أسأل الأستاذ، أسأل الدكتور، أسأل كائن من يكون، الأستاذ محمد الشياع السوداني، إيش وقت تتعدل رواتبنا؟ إيش وقت تتحسن رواتبنا إحنا المتقاعدين؟ رواتبنا يقول أنا أخذ 325,000 دينار، المن أعطيها؟ خلف الله على البيت اللي قاعد بيه، هو بيت أبويا بالوشاش، بيت كلش قديم، يعني بيت تعبان بشكل مو طبيعي، زين أرطوا بصاعده، ويعني ما أدريش أحكي لكم، السطح مرات يخر، يعني يخر علينا لأن عقادة وشربتنا أيضا. يقول: ولكن يعني صح عندي بيت ملك مال أبويا، ولكن العيشة صعبة، يعني شو كنت تلتفتون إن إحنا المتقاعدين؟ يعني أنت أستاذ محمد الشياع السوداني الآن صار أكثر من 4 أشهر إجيت، ما تقدر بقرار رأسا ترفع رواتب المتقاعدين، تعطينا فد إكرامية، فد منحة، تقول الكل عراقي إلى ورقة لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة؟ مو احنا عندنا وظل يحكي، طبعا حكي كلش هوايه، وحقيقه اخر شيء زهق وقام يغلط ويتسب. وفد مره قال لي: اريدك تنشر الحديث هذا. قلت له: والله يا اخي العزيز، انا راح انشر كل حديثك، بس السب والشتم والغلط ما نشره. قال: لا، نشره على مسؤوليتي، انطيك عنواني وخلي يحاسبوني إليه. قلت له: هسه مو مشكله، الله كريم. قال لي: والباقي عليك. أنا طبعا ضحكت حقيقة، قلت لأستاذنا الفاضل: هو أنت إش خليت بعد؟ يعني أنا هسه شليد أحكي. أخواننا الأعزاء المتقاعدين، يعني شريحة تعبانة، أكثر من 4 ملايين، يعني الناس دي تشكي مو من اليوم البارحة، يعني من الحكومة اللي قبل حكومة محمد الشياع السوداني الأستاذ، والقبلة 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 والقبلة. للأسف الشديد ماكو اهتمام، يعني السلطة التشريعية مجلس النواب يأخذون بها الرواتب والمخصصات والامتيازات، ولا كأنما أكو شريحة المتقاعدين التعبانة. على قولة أحد الأخوان وأحد الأخوات، تقول: إحنا أصبحنا متسولين، يعني المتقاعد متسول، ليش ما تهتمون لهم؟ يعني هسه صدق مثل ما قال الأخ، ليش ما تقولون كل شهر الكل عراقي إلى ورقة؟ $100 الكل عراقي؟ هذا اللي عنده 5 أطفال تجي 5 أوراق لمدة سنة أو سنتين؟ يعني راح شنو؟ راح العنب الأسود يعني ينزل قبل وقته؟ راح تنثلم الكعبة؟ ما يصير هيك يا أخوان، مو عندنا خير من الله رصيد بالبنك، عندنا احتياط ذهب وعندنا رصيد خير من الله وميزانيتنا زينة، يعني انتو كفرتونا، انتو دزعلونا عليكم، زين احنا نبقى ساكتين شلون؟ ويطلع لك واحد
ما نريد نحكي عليه فلان أو فلان، ويقول لك يا بل لا تحكي على الحكومة، ذولا جماعتنا اللي يشمتون البعثيين الصداميين الدواعش. يا بعثيين يا 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 صداميين، راح البعث بعد وانتهى، صار 20 سنة الحكومة هاي من جدي، لا بنت لا عمرت لا سوت. بس أنا أقول لكم صدق، يعني واحد يحكيها لله، إحنا هم نخاف الله، خلنا نحكي كل صراحة. بنا والأنفسهم والجماعة تزوجتك نفسي، بنا وقصور لهم ومولات، واشتروا جادات شوارع وعمارات، اشتروا بلندن الحمد لله وشكر، واشتروا بساتين بكربلاء وبكل العراق، أراضي زراعية عندهم، ولكن للشعب كل شيء ما قدموا. جيب لي واحد أخذ لك قطعة أرض من المتقاعدين أو من الموظفين البسطاء، كمعلم، معلمة، موظف صحي، موظف، ماكو أبدا، ما حد استفاد حقيقة. أنا أقول لكم صدق، يعني خليها أيضا هماتنا ننصف ونتكلم بصراحة. شبعتونا بكي ولطم وتمن وقيمة، هاي الصدق ذن شبعتونا بها. يا أخواننا الأعزاء، الناس دي تحكي عليكم، إحنا ناصحين لكم، إحنا كقناة صوت الإنسانية قناة ناصحة لكم، قدموا شيء لشعبكم. يعني مثلا الشباب الآن ماكو زواج، الشابات ماكو زواج، لو تقول كل من يجيب عقد، كل من يأتي، خلنا نحكي بالعربي الفصحى حتى يقولون علينا هذا مثقف بالقناة، كل من يأتي بعقد زواج نعطيه 15 مليون، كل من يجيب عقد نعطيه 15 مليون، وأبوكم الله يرحمه إيش راح يصير؟ إيش راح يصير؟ قولوا لي إيش راح يصير؟ راح يعني ينسلم الإسلام؟ راح يدمر الدين؟ ماكم، بس أنتوا ما جايين تخدمون شعبكم، أنتوا تخدمون أنفسكم. يلا يا أخوان، ما يطول عليكم، يسعد صباحكم، نقولكم اشتركوا بقناتنا وانطونا لايك بالإعجاب أو عدم الإعجاب، ونقولكم عاش العراق.